الدروس يا سام الله خيرا. أنا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أبو القاسم محمد سلمان من دولة السودان. أنا مدرس لغة عربية في معهد المجتمع الإسلامي بسداو سانكوم إسلام ودية. أنا درست البكالوريوس في جامعة إفريقيا العالمية في السودان كلية التربية لغة عربية، ثم درست الماجستير في جامعة المدينة العالمية بكوالالمبور شاه علم، ثم أعمل هنا منذ سنتين ونصف. أدرس اللغة العربية. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم شهر رمضان، وأن يخرجنا من رمضان نحن وأنتم مغفوري الذنوب إن شاء الله. مغفرة من الله. كتب فعله ماضي، وأكتب فعله أم ليس أمر، أم نعم. كتب أكتب شرب قرأ كنس نص، ثم شاهد Kataba, Ukhtub, Shariba, Ishraq.
เรียนภาษาอาหรับไหมครับเรียนกับเขารู้เรื่องไหมวิธีการที่อาจารย์ก็สอนเนี่ยให้กับเราเนี่ยทำให้เราเข้าใจง่ายครับตอนนี้เริ่มสนทนาได้บ้างแล้วหรือยังเรียนภาษาอาหรับยากไหมครับไม่เคยยากค่ะไม่เคยยากอาจารย์สอนดีไหมสอนดีค่ะถ้าอาจารย์จะกลับไปประเทศของตัวเองแล้วเนี่ยมีอะไรจะฝากอาจารย์น้ำจะไม่ลืมเขาค่ะก็จะนำความรู้ของเขาไปใช้ในชีวิตประจำวันไปพูดคุยกับคนก็จะขอให้เขาเดินทางโดยสวัสดิภาพแม่แกให้เงินการเรียนในที่นี้ค่ะว่าหนังสือนี่เราคือ